اهلا بحضراتكم معانا الاولى فقرات الحوار. بيشرفني يكون ضيفتي في هذه الفقره من اسبانيا عبر تقنيه زوم دكتور ميرانا عيد. سياده السفيره مساء الخير. مساء الخير استاذ هاب. مساء النور. انت في المستشفى ولا ايه؟ لا انا في البيت بس كنت لسه مروحه. الف مبروك على التشريف الجميل ده، شرفتينا كلنا. مرسي مرسي كتير استاذ هاب، دي حاجه تفرحني وتشرفني. اكيد. قولي لي يا ميرانا، يعني موضوع مشروع اليونيكات ده اللي هو انه ببساطه انه اليونايتد نيشنز يبقى لها سفير في كل جامعة، ولا إيه الفكرة بالظبط؟ ومطبقة في دول أوروبا كلها ولا فين يعني؟ هو باختصار هو بروجكت ده تبع الاتحاد الأوروبي بالظبط. بدأ من 2017 بس بسبب أزمة كورونا وكده يعني توقف البروجكت، بس هو كان الفكرة بتاعته إن هو يقرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي للطلاب في الجامعات، وان هم يبقى لهم الفرصه ان هم يبقى ليه علاقه يوصلوا يعني للاتحاد الاوروبي، يبقى لهم فرص للعمل او للتدريب بمعنى صح. طيب انت قدمتي ولا هم جم حطوا عينيهم على يعني طلبه متميزين في بعض الكليات، ولا جت ازاي الحكايه؟ هي كانت فرصة متاحة، بس أكيد يعني كانوا طالبين مواصفات معينة، فعلشان كده هم فتحوا زي عرض بيطلبوا فيه ناس متميزة يعني عندهم إكسبيرينس في تمثيل الطلاب، إن هم يبقى عندهم قدرات على الحديث أو اللغات، عشان ده طبعاً اتحاد أوروبي وأكيد محتاجة لغات متعددة، يبقى ليه برضو مهارات وقدرات في التواصل الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية. وبرضه نيابة عن كده برضه عملوا انترفيوز يعني بمقابلات علشان يعرفوا برضه لو الشخص ده مناسب، فهي نيابة عن كده انا تم اختياري. انت بقالك قد ايه في اسبانيا؟ انا بقالي في اسبانيا 16 سنة تحديدا. ده رقم كبير يعني، ده اكيد مخلي اللغة بتاعتك الاسبانية طبعا فيها اجادة تامة، وبس فاضل بقى تقولي لي مهارات التواصل مع الطلاب والاشتراك في النشاط الاجتماعي. ايه الحاجات اللي انت عملتيها في الجامعه؟ علشان طبعا الى جانب الكنيسه، انا عارف ان انت في الكنيسه وخادمه وكده، ابونا قال لي، لكن علشان هم يشوفوا ان ده مجال كبير مفتوح تقدري تمثلي طلبه جامعه لريدا. أنا من كلية طب، فيعني في الأساس أنا برضو لي علاقة في مجلس الطلاب في كلية الطب، بيبقى إحنا الممثلين يعني عن الكلية، عن أي حديث بين الدكاترة أو يعني الدكاترة في عندنا في الكلية وما بين الطلاب، إحنا يعني بنكون إحنا الرابط ما بينهم لأي احتياجات للطلاب، أي اهتماماتهم، الحاجات اللي بتشغلهم، فهي من طريق يعني إن أنا لي علاقة سابقة برضو في بروجكت تبع تمثيل الطلاب، فده الاكسبيرينس بتاعتي، علشان كده برضو يعني كنت عايزة برضو أشترك في البروجكت ده بتاع الاتحاد الأوروبي. أنت في سنة إيه في كلية الطب السنة دي؟ أنا سنة خمسة طب. دي آخر سنة؟ لا هنا 6 سنين لسه زي الامتياز، فاضل لي السنة الجاية وبعد كده تخرج إن شاء الله. وتخصصتي أكيد يا ميران؟ لا لسه، ده التخصص بعد سنة الامتياز على طول. وناوية؟ بنعمة ربنا يعني حتى في بالي ممكن ناحية الجراحة يعني في سيرجري. هل ممارسة الطب في إسبانيا بنفس الصعوبة بتاعت بريطانيا وأمريكا، وبتقعدوا سنين طويلة تتمرمطوا في المستشفيات بعد ما تتخرجوا لغاية لما يبقى من حقك إنك تعمل عيادة أو تشارك في مستشفيات كبيرة أو ما شابه؟ حقيقي البروسيس صعب جدا، بالذات في فترة إن أنت بتتخصص، في فترة التخصص بيبقى عليك ضغط شغل جدا ومسؤولية، وبيبقى طويل شوية يعني بياخد عدة سنوات كتيرة بلد ما انت تقدر تتمكن من قدراتك وتتخصص بالظبط كده. طيب خليني أسألك عن يعني المشروع ده بياخد منك وقت، ما فكرتيش ان انت في السنين الأخيرة محتاجة كل دقيقة مثلا علشان تقدير او عشان تميز، او ان ده هيعطلك؟ طبعا هو جانب
عايز اقول لك اكتر من رائع، يعني كبار الشخصيات في العالم بيبقوا فرحانين جدا لما بياخد لقب سفير للامم المتحده، فما بالك بقى بطالبه صغنطوطه في الجامعه لسه. طبعا دي حاجه تشرفنا كلنا، لكن حسبتيها ازاي؟ انا اتعودت على طول ان بجانب دراستي يبقى لي اهتماماتي التانية. انا في الاخر انا بحب الطب وبحب دراستي، ودي اهم حاجة عندي يعني من اولوياتي، بس انا برضو يعني بحرص ان يبقى عندي اهتمامات تانية علشان على طول نبقى كده بشخصية كاملة. فانا بيبقى لي اهتمامات تانية، ومن ضمن اهتماماتي ان انا ابقى على طول في اي نشاطات او اي اكتيفيتيز لها علاقة بان انا ممكن اوصل صوتي ادي رأيي عشان يبقى ليها مشاركة فعالة في المجتمع اللي حواليا. فأنا على طول يعني أن أنا ممكن أضبط وقتي، وأن أنا أعرف أن أنا أدبر وقتي بطريقة وأنظمها بطريقة مناسبة، أن أنا أقدر بجانب دراستي وبجانب شغلي أن أنا برضو يبقى لي اهتماماتي الأخرى. يعني طب ما تدينا فكرة عن اهتماماتك التانية، يعني قوليلنا إيه هواياتك أو إيه الحاجات اللي بتاخد وقت منك إلى جانب الدراسة؟ انا من ضمن هواياتي انا بحب جدا القرايه الرياضه، وبرضو يعني زي ما قلت انا ليه علاقه برضو بمجلس الطلاب، فاني انا على طول في بروجكتس في اكتيفيتيز بنعملها في الكليه عندنا في طب، ان احنا بنعمل بروموشن للصحه عندنا في البلد او مع الطلاب يعني في الكليه. طيب يعني حاجه جميله ان الواحد يبقى عنده وقت يعمل حاجه جنب زي ما انت قلتي عشان يكمل شخصيته كده، يبقى عنده ثقافه عامه، يبقى عنده قدرات تواصل ومهاره تعامل مع الاخرين. الدنيا مش دراسه وبس. يعني قولي لي انت عارفه طبعا بما انك سفيره ان الانتخابات هتبتدي بكره عندكم بالظبط. هل عندك فكرة يعني عن التسهيلات أو مشاركة المصريين أو جهود بتقدمها السفارة، جهود بتقدمها الكنيسة؟ كلميني شوية عن اللي جمعتيه حوالين الموضوع ده. بصراحة يعني السنة دي يعني بصفة محددة شايفة إن في تشجيع كبير من جانب السفارة وبرضه من جانب الكنيسة، في تشجيع كبير للشعب إن هو يروح يدي بصوته يعني ويشترك في هذه العملية الانتخابية. وبرضو يعني من السفارة ده يعني خصوصا أحب أقول إن هم حقيقي بيعطوا يعني تسهيلات إن هم يسهلوا عملية الانتخابات للشعب في أسبانيا، وده برضو يعني بيرجع إن لينا علاقة كويسة جدا مع السفارة هنا ومع السفير بشكل شخصي يعني. فحقيقي يعني السنة دي حاسة أني من جهة الكنيسة ومن جهة السفارة في تسهيلات كبيرة للشعب علشان يقضي ويدي صوته. أنا عرفت الحقيقة من أبونا إن سيادة السفير يوسف مكاوي باذل جهد كبير جدا، وأن هو بيسافر 5 ساعات في الأعياد عشان بس يجي يقدم التهنئة هو والقنصل العام، وأنه أي مطالب للكنيسة أو للأقباط يعني بيلبيها على طول. احنا دي فرصة ان احنا بنحيي سفارة مصر في اسبانيا على الجهود الكبيرة دي. طيب ميرانا، تفتكري لما تقابلنا في فيينا في 7 اللي قبل اللي فات، انا الحقيقة كنت مبهور بيك، وانا عملت بعض اللقاءات بعد ما جيت مع مجموعات من الشباب من ايطاليا ومن السويد، ومن انا ما كنتش مصدق هذا الكم من الشباب المصري والقبطي والناجح والمتميز. الحقيقة بجد انتوا يعني اسعدتوني وبهرتوني. وكان اكتر سؤال بيشغلني وهوجهه لك تاني دلوقتي برضو، يمكن يكون حتى لو سألته لك قبل كده يكون قناعاتك اتغيرت شوي، اكبر التحديات اللي بتواجه الشاب او الشابة المصري الملتزم في حياته وفي جهاده والمرتبط بربنا، ايه اكبر التحديات؟ أكبر التحديات أنا من رأيي إن هي رغم كل الصعوبات أو كل التجارب يعني ممكن تكون محيطة بيك، إن أنت تفضل ماسك في رأيك في الـ principles بتاعت يعني أنت تبقى المبادئ المبادئ بالظبط تبقى متمسك بالمبادئ بتاعتك، وإن أنت رغم يعني الصعوبات اللي ممكن تلاقيك إن هي هنا كتير جداً
ان انت تفضل ثابت فيها، وان انت متعلق بربنا وانت مقتنع باللي انت بتعمله، باللي انت بشغلك، بادائك، برايك. فبالظبط كده. طيب يعني برضو دي مش سهله، لانك بتواجهي ممحكات وسخافات طول الوقت، بتعرض عليكي حاجات بايخه، حد بيتكلم، حد بيتريق. يعني انت محتاجه الحكايه دي ان الشخص يبقى عنده قوه وثقه في نفسه عشان يقدر يرد، ولا ايه رايك؟ بالظبط كده، ان انت واثق في نفسك وواثق ان انت يعني على مبدا ثابت، فرغم يعني اللي قدامك ممكن يكون مش مقتنع او معارض او يعني وما فيه، انت بتكون متمسك، وبرضه بيبقى عندك حكمه. فدي صعبه شويه بس محتاجه شغل، بس يعني بنعمه ربنا اكيد يعني. طيب اخيرا بقى عايز اعرف، انا طبعا معجب جدا بلغتك الصعيديه اللي لسه متمسكه بيها رغم يعني بقالك 14 15 سنه في اسبانيا، تقولي عندك وتقولي جيم والحاجات الحلوه دي، كل ده دليل على التمسك. اخر حاجه عايز اعرفها منك يا ميرانا، ايه اللي في دماغك الفتره اللي جايه؟ ايه الخطوات اللي ناويه عليها في المشوار بقى؟ خلاص انت كده على مشارف الحياه العمليه يعني. بنعمة ربنا هي حاليا انا حاطه في بالي ان انا التخصص، اتمكن من قدراتي كدكتوره، واني برضو في مجالي اقدر ان انا اقدم خدمه، وبرضو يعني بالنيابه عن مصر برضو يعني حاطه في بالي، وحلم من ضمن احلامي ان انا في يوم من الايام اقدر اقدم يعني الخبره بتاعتي او شغلي بجانب يعني شخصي لوطني وبلدي مصر وشعبها. وممكن يعني في فترة أجازة في شغل يعني بلية الفرصة إن أنا أقدر يعني أساعد. أو ميرانا أنا تشرفت بيكي جدا في اللقاء الصغير ده، وبشكرك وبفخر بيكي، وسلامنا لكل المصريين عندك في كاتالونيا. مرسي مرسي كتير أستاذ إيهاب، ومرسي على الفرصة الجميلة دي، وده شرف لي. شكرا مرسي. جزيلا لسيادة السفيرة الطبيبة الأستاذة الدكتورة ميرانا عيد عوض اللي بتشرفنا في أسبانيا، زي ما كتير قوي من المصريين بيشرفونا في كل حتة في العالم. نعمل زي جلال علام ونقول لك بنسافر ونروح ونيجي عشان نجيب لك اللقطة والموقف. لا الحقيقة يعني بنبقى سعداء جدا لما بيبقى معانا لقاء سواء في الاستوديو أو عبر أي تقنية من بره. كتير قوي عملنا لقاءات، يمكن مرة نعمل حاجة مجمعة عن الموضوع دوت في برنامجنا ده. عملنا لقاءات مع سيدات أعمال ومع سيدات متميزين جدا تم اختيارهم في كندا، ويعني في أماكن كتيرة جدا جدا بنتكلم دايما مع وعن المصريين اللي مشرفيننا بره. خلونا نروح لآخر خبر النهاردة علشان ناخد الفيديو بتاعه في فقرة الفاصل القادم، وهو ليه علاقة بدكتور مصطفى مدبولي اللي قال تصريح مهم الحقيقة النهاردة في اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، انه الدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في القطاع يؤكد الحقيقة يعني مواصلته بدرجة إيجابية، بيؤكد دور مصر ويؤكد النجاح واللقاءات والاتصالات اللي بيقوم بيها السيد الرئيس ووزير الخارجية مع الأطراف الدولية الفاعلة لطرح وجهة النظر المصرية، وإنه كمان رغم التحديات والأزمات مصر بتقدم النصيب الأكبر في المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. أسيبكم مع الفيديو ده، وبعديه يكون معانا ضيفنا القادم مهندس محمد البستاني. خليكم معانا. خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، رئيس الوزراء: رغم التحديات المختلفة، مصر تقدم النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين. مدبولي: انتقال 48,108 من الموظفين حتى الآن للعاصمة الإدارية، و80% نسبة إشغال الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من حي زهرة العاصمة لإسكان الموظفين بمدينة بدر. مدبولي يوجه بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من إسكان الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية
ويكلف بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا حتى تنتهي مجموعات العمل من خطط الاستغلال الأمثل لها. خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة سكاتك النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة ستيت جريد الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للبدء في إجراءات الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات. تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بادل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2023-2024. تأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطط الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد والجودة المطلوبة تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة.